الليلة نحنا جينا 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 كان فايد لي خدارك وكان فتحت بابك تلقانا في الشوارع الحلة والمزارع في أي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك في أي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك قرية والمدينة في مدني أو في حلفة في بورسودان وشندي كادقلي والأبيض نيالة والجنينة وعبر الحنينة الليلة نحن جينا الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا طيب بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قناة الشروق الفضائية ورحب بكم برنامج مسرح في الهواء هنطرح موضوع قبل ما نطرح الموضوع نحن سعيدين كل الجروب وكل الأسرة وكل المصورين والفنيين سعيدين إنه نكون في مكان عريق جميل زي ده اللي هو جامعة الأحفاد وتكتمل سعادتنا إن شاء الله بأنه حنناقش موضوع بنفتكر إنه من المواضيع المهمة جداً واللي بتخص كل الناس تحديداً البنات بشكل أخص صح يا سامية؟ أيوة نعم ممكن تقولي كلمة لي بناتك؟ أول حاجة نحن سعيدين نكون في جامعة الأحفاد للبنات لأنه جامعة فيها كل التخصصات العلمية ونحن موضوعنا ده علمي جدا جدا وبخصوص البنات وقصدنا جامعة الأحفاد لأنها فيها كلية للصيدلة وفيها كلية للطب وفيها كلية للصحة وفيها كلية للتغذية الموضوع بتاعنا ده موضوع حساس وبهم كل البنات الموجودات ونحن بتمنى تكون مشاركتكم فعالة معانا في الموضوع ده عشان كده قصدنا الجامعة دي وشكرا لكم جزيلا الشغل اللي حنقدمه إذا أي زول حس في أي لحظة ممكن يشاركنا أثناء تأدية العمل ويلكم بنرحب به وإذا يفضل انه بعد ما العمل ينتهي بعدين يجي يورينا وجهة نظره لانه بتهمنا شديد بعدين ممكن يقول وجهة نظره كتر خيركم نشوف الموضوع ابراهيم ايوه 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 كيف ابراهيم صباح الخير كيف الله يبارك فيك الله يسلمك الله يبارك فيك كيف ان شاء الله كويسه كيف يا ابراهيم قولي الحمد لله والله لكن ما تقول لي الكريمات ضربت في السوق ضرب مبالغ طبعا عارفها مجربه مجربه بجوني البنات هنا عليك الله والله بيجوني بشكل وبيطلع مني بشكل يا سلام يا سلام يا اخي هاي لذيذه لكن ايوه قلت لك يا ابراهيم ايوه لكن ما تطمعي بالمناسبه ما تطمعي لا 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 يعني انا بالمناسبه سهل الامور انا النسبه بتاعتك دي ما نافعه معي أيوة. انا بوزع لك توزيع كبير انا شغاله بالمناسبه في كل الجامعات وفي كل الاحياء الشعبيه والاحياء الراقيه والله كل ما وزعت كتير عندك نسبتك عاليه جدا أيوة. بس وزعي لا ما عاليه يا ابراهيم انا بدليل اني انا هسي ماجره لي كار وبدل يكون عندي عربيه ولا هناي بوزع بها والكلمات دي ما بتستحمل الشمس هسي الموسم العرس جاي موسم الاعراس جاي ايوه ولا عيال والناس دارت تفتح ولولا سريع سريع كده عدي من وشك نعمل لك خلطات مجنونه جدا ايوه خلطات تبرق تخلي الوش يبرق انت ما قلت لي عندي بيبي فيس بيبي فيس بيبي فيس قلت لي الطلبيه اللي ارسلت لها جات الطلبيه الجديده الطلبيه الجديده جات ايوه جات اهي وخلطت لك منها عليك الله الله يخلط لك منها يا ابراهيم اي داير اقول لك حاجه يا ابراهيم أيوة. يا اخ ما ممكن الطريقه المتخلفه تكب الكريمات في حله كبيره وجايب لك عود هنا انا عندي اقتراح بالنسبه لك متخلفه يا متخلفه ايوه دخلت متخلفه كيف يعني يعني بتخلط بطريقه متخلفه يا ابراهيم ليه يعني انا اقول لك حاجه لا احنا انت حاسه النماذج اللي عندك الوشوش فتحت شويه لا ما شويه انت تقول لي متخلفه ليه متخلفة؟ ما خديلك ببروغن ما أنا شفتهم ممشي الحفلات بالمناسبة بتابع الناس اللي أنا متابع معاهم أصلا أيوة. والعندهم جلسات معاي لما أنا دايرة أعمل حاجة حديثة كيف؟ لأنه نحن بعد شوية الموضوع بتاعنا بتاع الاستثمار ده هنفتح محل بتاع تجميل كبير كويس ونجيب خلاط شفت الخلاطات اللي بيخدموا بيها العجين في الفرن دي الكبيرة دي شفتوها؟ أيوة دي نحن نجيب واحدة لأنه الكريمات الكميات اللي عندنا كبيرة نكبها هناي مرسيدس بوو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 
كراسي ده باو. ايوه بولي باو. ونجيب لك الخلاط كويس خالص وكوره. اوعك تنسى الكريم بتاع الكوره. كوره ده خطير. الكوره جبته. اقول لك حاجه، وجبنا القطره كمان. قطره والله القطره دي بتعمل عمايل عليها نقطتين ميه نار. يقيله معاها تخلط. والله شفت شنو؟ بعدين في حاجه جديده. ايوه حاجه جديده. اي شنو؟ ايوه السيليسيون ده ما بيعمل الغناء. ايوه بيخليك وشك عامل شنو؟ كده عشان السيليسيون ده ممكن كده ابراهيم طوالي ضوء. قلت لك يا ابراهيم. ايوه انا خايفه من هنا السيليسيون ده مليون يعني اثار سلبيه ولا حاجه زي دي. بيعمل ما في حلاوه بدون نار. ايوه لازم تدفع الثمن. اصلا لازم تدفع الثمن. انا طبيب. انا طبيب. لا ما طبيب انت. ما يا داب انا كان عندي طبليه بتاع سجاير. جبت فيها الدواء بتاع باعوض نجح. قلت المسوح ده معناته فيه قروش. قروش. يا زولك قلت لك يا ابراهيم. ايوه يلا نحن الخلطات دي كويس. انا هنا فكرت انه انا وديها مدن ثانيه. ايوه بعدين اقول لك حاجه. البنات قالوا لي داري شنو؟ تم دور ونور اسبوع بس والوش يبقى قمر. قمر دورين. ايوه قمر دورين. لا قمر دورين ده الخلطه فيه شويه تعبانه يعني بعد اسبوعين. نحن ما كل شيء بثمن يا اخوي. معاني. ايوه ما حسب السخانه. الاسبوع ده عنده سعر. واللي بيفتح في اسبوعين عنده سعر، واللي بيفتح في شهر كمان عنده سعر. والله حسب المناسبة. أيوة. المناسبة كان قريبة. وما في عيسان كده شفقانين يقول لك لا الخميس الجاي بس. ايوه الخميس الجاي البنات بقى نتطاقشن. ده اللي عندك له معالجة؟ بيجريات. ها؟ عندك له معالجة ده؟ ده عندي له معالجة. ما بيزيد له الدوز. ايوه بيزيد له الدوز. ايوه في القطرة بعد بدل 4 نقاط تعمل له 8 نقاط. ايوه كويس. موية النار بعد 6 نقاط تعمل لها 12 نقطة. كده ما انت داري تفتيح بقيت ماهر يا ابراهيم مبالغة. بقيت تشني بالمناسبة. تخصص. ايوه تخصص كريمات. ايوه تخصص تفتيح وش. دقيقة ازالة النمش. ارد على التليفون دقيقة ارد ازالة النمش والشقريب. الو ايوه لا جاياكم عايزين الطلبية جاية. والله العظيم جبنا حاجات جديدة. اسكتي ساكتي ابراهيم بولي ده بالغ عديد. شكرا شكرا. ايوه حاجات مستوردة. ايوه حاجات جديدة لنج. والله العظيم نحن بدل كنا بنفتح في اسبوع بعد ده في 3 يوم بس ممكن يجيك مفعول. جاياكم جايبة لكم الحاجات اللي شايلاها في شنطتي. والله جاية يومين بس. يومين بس ان شاء الله. والله انا جاي يعني بضاعه من جنوب افريقيا. ايوه ومن الدول الافريقيه دي. ايوه انا اصلا ماشي. اجيب لي حاجه. بتفتح الوش في اليوم واحد. يوم واحد. ايوه نحن بالمناسبه اكتسحنا السوق. نحن ضاربين ضربه مبالغه في السوق. انا 3 باغات حسين دي الليله هقوم افرغهم في البرميل. ايوه البرميل بتاع الخلطه. ايوه وان شاء الله هتسلف الخلاط بتاعت الفرن دي. أيوة. عشان اجي انا اقوم اخلط لكم الحاجات دي ونعبيها في اكياس ونخد عليها نمر تليفون. ونخد عليها العنوان وكده. في حاجه مهمه. ايوه حاجه مهمه. خلطات الشعر. ايوه خلطات الشعر. لكن ده عندي فيهم خبرة كده يا اخي. نعم ها نعم اسم الكلام ده كله كلام سهل. كيف يا استاذ؟ ليه الله يعمل فيكم عمايل الحاجات دي وتصرف يا استاذ. يا استاذ ما تخرب سوقي يا اخي. ما تخرب السوق يا استاذ. ما تخرب بوسط سوقي يا استاذ. بوسط سوقي سوق ثاني يا اخي. وين المويه مثلا؟ يعني دايرني انا ابيع المويه في حاره السجاير؟ انا عارفه. ده ضلالي ده. اوعك تسمع كلامه. اوعى ما تسمعوا. هوي اعملوا الكريمات. ايوه الكريمات لتفتيح الوش. التفتيح النضاره. ايوه النضاره العريس السريع. ايوه اوعى تسمعوا كلامه. ايوه
اعملوا التفتيح لتفتيح الوش، الوش يبرق كده تيجي ماشي على ايوه يا بوهلي انت خطير. كيف؟ انت خطير، انت خطير يا بوهلي. بوهلو. بوهلو لاجود انواع تفتيح الوش. ايوه بوهلو لاجمل الكريمات. ايوه كريمات متقاطعه. ايوه كريمات عجيبة جدا. أيوة تعالوا شوفونا. أيوة تعالوا زورونا. تفتح الوشة، وشك ابقى نضر. الوش بس يا ابراهيم. ها؟ الجسم كله احنا عندنا له خلطات. اسمعيني. اي انا ماشي اجيب لي حقن وجاي. النار فشلو النار مطلوقة فوقي. النار وين؟ النار مطلوقة في وسي. وين وين؟ وبع علي يا سامية. هلا لي العرس ما بحضره. وبع علي؟ ولا لي خاتم لبيته. ها؟ سامية. دقيقة دقيقة أشوف وشك. دقيقة دقيقة دقيقة. وبع علي يا سامية. نار 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 نار. أحي. انتصار دقيقة روق عندك. وبع علي. وبع علي. انتصار. النارية. تعالي انتصار. النميل. انتصار. النميل ماشي في وشي. أكيد أكيد الكريم ده. استخدمتي به صورة خطأ. ما تقولين علي الطريقة اللي اديتك ليها. كيفي؟ لا 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 لا. كيفي؟ أنا عارفاك أنت شليقة. مشيت لك بيت بتاع مناسبة. أنت ماسحة الكريم في وشك. وقعدت جمحلة جيزان وقانون وضربك اللهب. لا 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 لا. أنت شفتيني؟ شفتك في المناسبة. هاي. قاعدة صوتي في حلة القرع. هاي والله مسكوني القرع الله يعزام الله يقرعون. لكن ما أسمعي. الكريمات بتاعنا دي ما بتستحمل السخانة. أجيب؟ ما عايزة سخانة، لازم تقعدي في جو بارد، جو رطب. قلت لك اعملي مكمدات باردة، جيبي لك شاش وخطي في موية باردة واعملي على وشك كده 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 يا انتصار. كده ما بتفهمي يا انتصار. النار يا سامي النار. لكن ما تخافي. اقول لك حاجة. هاي. انا همشي لابراهيم بوهلي. واعمل لك خلطة تانية تشيل لك كل الآثار دي. عليك الله يا سامي. اعمل لي خلطة باردة. اي باردة ان شاء الله. بيبي فيس حرت كلاي. طب علي ما يكون بلاي في الشطة. بني ما يكون بلاي شطة ولا يكون بلاي اوكسيد. لا مهم الاوكسيد ده مهم جدا. هاي لكن ما بردني. بردني 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 ما بحضرني العرس. ما بحقلل لا علي بظبط. ما بعلي رجلي بعرس فوقي. مشي لها مشي لها. ما بعلي الله ثلاثة يوم مقبل على الحيطة. تعالي تعالي. الراجل بنظبطك والله العظيم. نعمل لك خلطه ثانيه مبالغه. النار شفت النميل. النميل ماشي قرص 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 قرص. خلطه الجسم زبطت. ايوه زبطت. إيه شايفه ورمت لك كرعيني ورمت. نعم ورمن. كيف ورمن؟ لكن ماله ما بيقوا سمحان. لكن الوشة النارية النارية. لا 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 انا هبيب الليل كله. انتصار شيل الصبر عليك. شيل الصبر. انا حامشي لابراهيم واجيب لك خلطة جديدة. اصلك ماشي العرس ده يمين بالله تحضري. لو ما كنت نجمة الحفلة بتاع الكاميرا ده يسلط عليك الكاميرا ما يزح من وشك ده كله كله. خلاص انا ما عندي مشكلة في القروش. اي قروش تقولين بدفعين بس ظبط لي وشك. لا قاعد تدفعي كويس يا انتصار. لا ما قاعد تدفعي كويس عشان كده انا بجيب لك الحاجات الثمنة. بري المرة دي ببيع غويش. الذهب دارين بشنو؟ بري الذهب. البنات بيقول بس الاكسسوارات. الصيني راقد. والذهب يشتروا بالكريمات. يا خير ان اظبط الوش واظبط اللون. ايوه واظبط الشعر. ايوه واجي خش العرس كدي يقول انتصار جاك. واي لكن النار النار النار. يسوي لك كريمات باردة. ايوة جدا. سميح. نعم. الصباعات. ايوة. الصباعات خليه يسوي كوبا لك كريسيدة. كريسيدة. بتبرد. بهل خطير. البهل سميح. كوبولا يلا صلي سميح. والكورة. الكورة. لا لا لا. كورة ولا. كورة ما دايرها. لا لا. كورة ما بدورة. ما تكون بلاي كورة. ما تكون بلاي طبجيل. ما تكون بلاي شطة. وانت عايزه شنو؟ طيب اعمل لك شنو انا؟ كريمات بارده. لا يا اختي البارده دي ثمنها غالي بصراحه. البارده دي غاليه الثمن. يعني البارده دي والله العظيم الكريمه اقل حاجه 130 140. انت بتشتري يا اختي ب 5 15؟ ما ممكن. خلاص خلاص هاي. بدفع. بتدفعي؟ بس ارجعوا لي وشو الناريه تجيب من هسي دي. يلا كيف عيني. احنا اساسا عندنا احنا اساسا دارين نفتح كده. محل بتحتاج منا عالي فيه الاثار والسلبيات. هاي عليك يلا يلا يلا. النار 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 النار
يا اخي خلي عندك ذوق. انا بقول له انا بقول له ما في ظل بتحداني يا اخي خلي عندك ذوق. ما في ظل بتحداني يا اخي. ما معقول يا اخي. امرق لنا حلتنا دي يا اخي. مش لك حتى انا يا اخي كلهم يا اخي. انا في الشارع كلهم مبلمات يا اخي. كلهم مبلمات. كلهم مبلمات يا اخي. واحده فين فاتحه وشها ما في يا اخي. ما بيستعملوا اللغه غلط يا اخي. بيستعملوا غلط كيف يعني؟ ما بيعرفن. انت دكتور؟ ها؟ انت قريت الطبيب؟ انت قريت انت يا اخي؟ انا في عندي تجارب. انا عندي تجارب. انت مش كنت قاعد تبيع سجاير؟ ايوه قاعد ابيع سجاير. خليت السجاير وبقيت تجيب الكريمات حقت البنات. اي لقيت المسوح ده فيه قروش. لقيت المسوح فيه قروش على حسابي يا اخي. لكن طب وزلين وشوشن كلهم يا اخي. تخلى اي واحده. تعال هنا هو يا اخي. انت محرشك علي قاسم بدري ولا شنو انت؟ ما كلامه صح؟ كلامه صح. شنو كلامه صح يا اخي؟ البنات كلهم خليت انا واحده تتمسح 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 يا اخي. كلهم بقن الواحده عندها لون اسود بهنا ولون ازرق بهنا ولون احمر بهنا ولون اخضر بهنا. شنو يا اخي؟ الواحده كان بيجيب قروشه تامات. ها التبرقع ده ما بيحصل لها. لا 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 الحاجات دي كلها مضره يا اخي. انت ما عارفها ولا شنو يا اخي؟ لكن المفروض الخلطه تعملها 6 يوم. يا اخي البنات تعملها لي يومين. تعملها لي يومين. ده زنبيانا يا اخواننا زنبيانا. ما زنبها هي زنبك. زمك يا اخي. ما زنبي انا. زمك انت. ما عندك زول خبير. ما عندك زول متخصص. ما عندك زول قاري الحكايه دي عشان يعملها بالطريقه الصح. عليك الله. داري لها قرايه يا اخي. كيف داري لها قرايه يا اخي؟ يا اخي اصلا ذاته غلط. ذاته ما ولا قرايه ولا ما قرايه يا اخي. ذاته ما صح يا اخي. ذاته البنات كان ما مطرطشات ومجننات يا اخي. عليك الله. لون الله داين ليه والله ده ماله. اي واحده لونها اسمر داري تبقى بيضة. والله يا اخي ده السوق داير كذا. ده السوق كلنا تلونن يا اخي. بسوماتنا زمان وحبوباتنا مالين. ما حلات السمر علينا وحلات اللون الزيتوني علينا مالين. حصل لين شنو؟ الموز ده ماله؟ ما يشربن الموز ده سمان في امان الله. يا اخي يا اخي داير ترجع الشابات اللطيفات ديل لازم من الكركار يا اخي. ايوه شنو التخلف ده يا اخي؟ التخلف ده يا اخي. لا 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 مش احسن لين من يجين طفح جلدي ولا يجين حبوب نمش ولا يجين وجع كبد ولا يجين سرطان ولا يجين وجع كلى فشل كلوي. فشل كلوي؟ هاي صح يا بنت ولا ما صح؟ كله فشل كلوي. هذه في قالت لك فشل كلوي. شنو؟ تعال 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 قولي له. تعالي قولي له. تعالي ها قالت لك بعمل سرطانات. ما تصدق كلامه. دي شغاله. ما صدق كلامه. شنو انا ما بعرف شغاله ضدك. دي شغاله هناك عبدو اكسيد يا زلمه. احنا شغاله عند عبدو اكسيد. هوي شغاله له يا زلمه. هوي أي. انا ما دارين كلام كثير. ما ممكن احنا نخليك هنا تمرض لنا بناتنا وكلنا واحده ما بلا ما جايه ماشي. اقول لها شنو؟ تقول لي بغلي بغلي ولا بغلي ولا شنو ما بعرف. ده كلام شنو ده يا اخي؟ نحن والله بنشتكيك بعد ده. اول حاجه اسمينا محفوظ. اي حاجه بنشتكيك. ما تعمل لي فيها. ما حافظه البنات دي كلهم حافظاتنا. ما حدا بيقدر اقول لك حاجه. انت ما بتقدر تزيحني من هنا. بزيحك انا. ده انا دافع للمحليه. ما يشوف المحليه. ودافع برسوم. ايوه ودارف دافع قروش كثيره جدا. أيوة. ما في زول بيقدر يمنعني. يعني بمارس في تجاره. بمارس في تجاره والتجاره دي مشروعه وحره يا اخواننا. لا قصدك شنو يعني؟ السوق تراضي. السوق تراضي. واحنا شغالين على حسب الناس. قدر ظروفك يعني. يعني زول اللي عنده قروش شويه بنفتح له. لا قصدك شنو يعني؟ قصدك شنو يعني؟ والله صحيح. عزيزي احنا بعد دوام نخليك تقعد هنا. لا لا ما بتقدر. لا 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 والله ما بتقدر. ليه ما بتقدر؟ والله صدقني ما بتقدر. ليه؟ ما بتقدر والله. انا ما عندي محليه. عندي دافع قروش. انا عندي تصديق. والله يقعد. انا عندي تصديق وبخفض لكم في الاسعار. ها لو سمحت اتخرج لنا. اتخرج لك. انت منو؟ ها؟ انت مش مواطن عادي؟ هاي مواطن. مواطن عادي ما بطلع لك. شوف أنا. الحكومه كان ما قدرت عليك. انت بتدي الحكومه قروش. وبتدي المحليه قروش. عشان كده خلوك قعدت. انا من طرق. ها؟ تعالي تعالي. انا ما خالي لكن دافع. دافع يعني تقعد يعني؟ هاي بقعد. دي تجاره مشروعه يا اخي. خلاص احنا بنعرف نمرقك كيف. ما بتقدر تمرقني. لما مرقك. ما بتمرقه. مرقك احنا. هاي. والله يعمل لك. والله يعمل لك خلطة. والله يعمل لك خلطة تاني ما يتحرك من حتته. ها؟ وضع علي وضع علي يا ابراهيم. وضع علي وضع علي. مالك يا وضع علي وضع علي. مالك انتصار. يا اخي ما تخلعني برا المخلوق يا اخي. انتصار. اها مالا؟ انتصار في العناية المكثفة. وضع علي وضع علي. الخلطة الجديدة.
الخلطة الجديدة اللي اديناها الانتصار عملت لها فشل كلوي. شربتها هي؟ في العناية المكثفة والبوليس بيفتش علينا، البوليس بيفتش علينا يا إبراهيم. لا بالمنطقة إذا حاجة بيعملوها هنا جابها لك شو؟ أنا عارفة يا إبراهيم. ها؟ إبراهيم؟ ها؟ أنا ما شددتها. أنت بتعرفي اللي بتجيب لنا في البلاوي معلم؟ أنا ما شددتها، ما شددتها وقع علي وقع علي. بتجيب لنا في البلاوي معلم؟ المرة دي معلم. ها؟ جابت لي البلاوي. الحين المرة دي شربتها ولا شنو؟ ها؟ لما هي تمسح الكريم في جسمها الجسم فيه الجلد ده فيه مسامات. ايوه. فالمواد السموم اللي في الكريم بتدخل من خلال مسامات للجسم ومنها لباقي الجسد، ممكن تأثر فوق وتحدو وتترسب وتعمل يعني حاجات كثيرة. أي واحدة بتعمل الكريمات معناها يا ربنا أنا ما سأل فيك وبغير في خلقتك. أصلاً عديل كده يعني، والحاجات دي يعني ضررها ما بسيط. هسي في عنبر في مستشفى اسمه عنبر النجمة، عديل كده للحبوب النجمة. يعني أحيانا الكريمات دي بتعمل موية تحت الجلد. أيوة. بيؤدي بينتفخ الجلد وبيطرشك يعني، بيؤدي لجروح كثيرة. انتفاخ الانتفاخ ده؟ أيوة انتفاخ بيطرشك. بعمل موية تحت الجلد بينفخ كده. أنا عايز أقول إنه يعني الكريمات دي هي بتحرق الجلد. أيوة. ما تحرق الجلد، أصلاً الجلد متكون من ثلاث طبقات، البشرة والأدمة وفي طبقة ثالثة اللي هي تحت الجلد. فلما البيت تعمل كريمات وبالذات الكريمات هسه هي منتشرة زي كريمات الفسخ، هي بتحرق الطبقة اللي فوق. أيوة. فبتفضل بس الأدمة، وأصلا الأدمة دي أصلا هي لونها فاتح شديد. فالبيت لما تتعرض للشمس والحياة الثانية، أصلا البشرة مهمتها إنها تحفظ الأتربة والأوساخ. فالأدمة دي حتقوم حتغمق وحتدحتام حتكون داكن أكتر من ما لونهم كان داكن سابقا. فعشان كده يوم أصلا أي بيت عارفة يعني أي بيت إحنا عايزين نوصل لها معلومة إنها هي الكريمات دي مضرة، فأنت تخلى عن الكريمات دي علشان هي حترجع أسوأ، ما حترجع يعني زي ما هي عايزة. أيوة. فأحسن نرجع لحاجة طبيعية أحسن. أصلا الكريمات دي هي مضرة للبشرة عموما. ربنا ده لما خلقنا هو دانا ثلاثة طبقات، في طبقة جلدية وفي أديمة وفي دهنية. الكريم لما تيجي تستخدميه بيشيل الطبقة الجلدية دي، بتمشي برا بيفضل لك دهن، بعده بتستخدمي تاني وتاني بيكون فضل لك جلد. بتلقي انه في ناس ماتوا فعلا بجد، في a lot of situation بتحصل للبنات كثيرة. في ناس يعني لدرجة انه تلقى الدم انتهى، بيجيب امراض سرطانية. السرطانات دي والكلى، في ناس بيقول انه الكريم ما عنده علاقة بالكلى. مين اللي قال الكلام ده؟ الكلى ده عنده علاقة بالجلد. انا بشرب موية بروي كلوتي، كلوتي بتكون كويسة. اخذت كريم بمعنى فيها مواد كيميكال، كيميكال دي بتمشي للكلوة وبالتالي بيبوظ الكلوة بتاعك. اذا كان الموية فيها مشكلة بتسوي مشكلة في الكلى، فما بالك بالكريمات بتكون فيها كيميكال، لوت اوف كيميكال ما حيسوي لك مشكلة. يا بنت امي يا سلام، الحقيني. اهلين سمسم، الله يسلمك. كيفك؟ نورتي. اخبارك؟ كيف عامله؟ ما لتزركتي وتبسنتي وضعفتي كده؟ الولاده يا بنت امي، الولاده انا مخلياني. لا لا لا، الولاده ما نفعت معك خالص. الولاده والله ما نفعت. شفتي زمان لوني ده كان كيف. الله. وصحتي كانت كيف لما نجي ماشيه كده في الحله، الشارع ده كله يجي في عين ليسام. يا جات سامية، جات سامية، جات. لكن يا سامية جد انتهيتي، نسوان الحلة ديل كلهم. أيوة. جوني عملت لهم خلطات، وديتهم تركيبات، وديتهم حبوب، ما شايفهم كل الحلة، مش السودان كله تخلع فيهم. تعالي انتصار. انا جايك بالمناسبه خليها مزالت اللون دي. أي. مغدور عليها. أه. لكن جايك صحتي اللي السكري هردني. لا عليك الله يا دار لي حبوب، دار لي حبوب، ترجعني زي ما كنت. اجي عندي عامله توب، عندي عامله توب. ده خلي كده. اي والله كده كده تملي مركزي. هيا. كان قلت الناس يزحوا ليك. ايوه. اي والله الضعف كرفست لك وشك، كرفست وما علي، كرفست لك جلدي. وما شفت الرقبه، الرقبه مغطيه. لا 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 ما بوريك لها الرقبه. وما علي وما علي يا ساميه، منتهيه انت كده. شوف والله العظيم. لا 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 يا ساميه، انت عارفه محتاجه مع الحبوب محتاجه حقن. حقن؟ اي اديني الحقن كده. وعينك رقاق. وبعلي وديك الانسولين في ركبي. اها. يظبطون لك، يظبط لك ورعينك. الركبه بس يا انتصار. ما الركبه. اها.
الساق الساق ما انتهى يا بنت امي. اجي يا ساميه، ما سمعت المثل بيقولوا لي شنو انا؟ اها، المره مساق الرهيف كان ضربك الخريف ان بابا ما تقيف. كرة علينا وكرة علينا كرة علينا يا انتصار. لا لا مقدور عليها. تعالي اقول لك حاجه، شفت الحقن دي؟ أي. الحقن بتاعت السكر الانسولين دي. أي. تديني لها في الساق ده. لا ده يبقى كده. لا يا ساميه، زي طفايه طلقه. طب عليك جيتيني جيتيني. ايوه، اما سويت لك ده الفيل في كرعيني. لا لا لا، ده الفيل ده شين يا اختي. المره الكرعين يبقى انقدر ده. ايوه سمحان تجي ماسك يا هم. اي وسمحت الحين اصل الحنه بقت الحنه بقت شينه فيني شينه شينه والله شينه الا بالله. باري خلاص علاجك عندي. ايوه بديك الحقن في الركبه اظبط لك كرعين. ايوه انا اديك الجيران اتخلعوا، واديك الصوره بالنص. ايوه واديك تشيكن جيل انجكشن. ثلاثه يوم. مبالغة. عندنا عرس يا انتصار، عندنا عرس. انا العرس ده لازم اسهر فيه. بلي والله لازم لازم. تجي كأنك جاية من السعودية. اجي صبري لي بجي هيك. ووشك ده اجي اديك النجمة يبقى قدر ده. اسمعي البنات بيسمينه شنو؟ دقيقة دقيقة دقيقة، موفوس ولا شنو؟ موفوس جارس موفوس. بسوي بسوي لك موفوس. انا دايره وشيد ادور زي القمر. دايره وشيد ادور زي القمر. لا من قلت لك اي انتصار. اي ما شفت شنو؟ ما شفت الفنانات دي يا انتصار؟ اجيب ما شفت الفنانات دي؟ الحقن الحقن. ايوه اجيب. لا الحقن الحقن دي انا ما بقدر عليها، ما عندي قروش يا اختي. الملايين دي ما بقدر عليها بصراحه يا انتصار. هي يما هسه الفات لابسه لك خاتمين وغويشه. اجيها ولا البست انا؟ اجيها ابيعون يعني اشتريون. اجيب القروش وسريعات. سبعة يوم. ايوه الجيران يتخلعوا، ولما تجي ماشيه الوسخ زعلانه مالك. لا بظبطك بظبطك. شفتي كان لقيتي زول قدامك تاكليه. لكن يا اختي دار اقول لك حاجه. في حاجه كدي يوم داك شفت لي فنانه فنانه عالميه كدي في التلفزيون عاملين لها عامله لها حاجه في وشها. بالله المره دي بقت لما تغني لها جنبك يا راجل يا جماعه. ده شو يا جماعه؟ مري ده اللي دعوه لجن بشده ين وشه. الوش الشد ما كويس. لا هم دايرين الضعفه وشد الوش. لكن انا دي اسمن القدر ده وجلد الفريد والوش يبقى حالات الدنيا عليك. الحقني انتصار. اي بس خلاص الراجل كلهم بدك الراجل الراجل انت ساكت. وبديك الفيتامين كمان. قلت لك يا انتصار. اها كلمونا ولو مباري. اها قالوا لي ما شايف يفتش له عروس. لا 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 والله. سبع يوم قبل ما يسد ماله يجي يقول بس داير دي بس جديتي. خلاص اجي يهجيها واسمينك سمون. الله يفتح عليك. وبعلي بس صبري. انت ما شفتي سميه بنت ناس فتحيه؟ شفتها كانت قدر ده. دي قلت لهم بري ما بديكم حاجه تشيلوها، دي دايره شغل تقيل خلالي هنا في البيت. قعدت معي سبعة يوم. حقن وحبوب أموره زبطت. ثلاثة يوم على الرسوة. البنت قد قدر دلامي لونه فتح. أجي خلاص يا انتصار. أجي أنت ما شفتي النور؟ النور النور وب علي النور. كانت النور دي كان الناس شفتي الأولاد؟ لا ميركو النور دي لما تفتح الباب وتمرك كده الأولاد بيجروا بيدسوا منها. النور ها واحد عيوني واحد خواتكم الماء منها فايدة. الركبة ها الركبة ها أول ما اديت الحقن والحبوب بتحت الشحم اتفردتها خمسة خطاب. ثلاثة في أمريكا واثنين في لندن. أرح أرح هاي أرح كيف؟ يلا كيف. أرح بجيه يلا جيه بجيه وجيه حلتي كلها يا سامية. مالك هذا الحزين كذي انت؟ يا اخي والله دي مسألة محزنة يا اخي. فيش يا اخي والله. قال لك تبع يا اخي من هناك وشك ما ياهو. قلت ابراهيم ده مالي يا ربي حصل شنو؟ مشيت البيكا؟ البيكا يا تو؟ البيكا بتاع البيت دي؟ البيت منو؟ البيت اللي كانت راكدة المستشفى دي؟ لا لا يا اخي والله البيت البلعة ال ايوه ايوه البلعة الحبوب دي؟ الحبوب حقت السمن دي ولا اسمها؟ ايوه ايوه ايدي بدي على البقر. لا اله الا الله ما عارف ايه تبلع عليه. لا اللي الظاهر انه الحبوب دول اللي انت بقروشه بحر مالك. لا يا اخي والله جد بقت لها سبب؟ بقت لها سبب. انا ما مشيت زرتها في المستشفى هناك. هاي بعرفها عنبر يا زول عنبر بعرفها. هاي
بعدين في واحدين كذا مانعينهم من الخضار ومانعينهم من المويه ومانعينهم من الفواكه كمان. ليه؟ قالوا عشان البولينو ما ترتفع ولا شنو ما عارفه هناك. يعني أيوة. العلاج ذاته في مشكله. الحياه المهمه شديد. هاي. يعني في حياه زي المويه دي يا اخي. الفواكه، الخضار يا اخي. دي ما مساله صعبه. لكن هم عارفين اخوان الناس زي ما قالوا عارفات عارفات عارفات. طيب اهلهم بيخلوه ليه يعملوا كده يا اخي؟ بيسووا بيعملوها بالدس، ما في زول يا اخي راغبه بتتمسحي بشنو ولا ما بتتمسحي بشنو؟ لا المسوح ده ترى عرفناه ها بالدس يعني زي الحقن والحبوب اللي بيبلعون ديل، المفروض اهلهم يتابعوني يا اخي، يا اخي البنات ديل ما يعملن كده يا اخي، سبتي ماتت بسبب الحاجه دي يا اخي، وبعدين الحاجات دي عارفينها بتجيب الامراض، عارفينها يا اخي عندها اثار جانبيه، عارفينها الكلام ده عارفينه، ليه مصرين انه يعملوا؟ والله البنات ديل غلبونا عادي كده. لانه نحن عاملين لها اعلان يا اخي، عاملين لها اعلان. اي صحيح والله، عاملين لها اعلان وعاين دي شكلها كيف؟ اي والله وعاين دي شكلها كيف؟ نحن ذاتنا نحن. وبعدين شنو؟ البنات بتغشن سريع خلاص، يجيبوا لك واحده مطفقه كده مطفقه، يقول لك قبل ايوه، يجيبوا لك ثاني واحده كده بعد، يقول لك بعد طوال البيت من تشوف الاعلان مش طوالي. الغريبه الصوره دي لي 4 سنة يعني الدعايه بتكون شغاله وهي في المستشفى يعني 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 ده ما اعرف يعني انا كيف يعني. هم كان عرفوا ضرر الحاجه دي ما بسواها، لكن غبيانات بس الواحده دار اللحظه. والله دار اقول لك حاجه، الاعلام ذات ولاعب دور كبير. والله الاعلام مساعد. والله يوم ذاك انا بحضر لي في برنامج بتاع بروف يا اخي، بروف بتاع امراض جلديه. وبيتكلم عن الامراض الجلديه. ذات الامراض الجلديه دي اللي بتجيبها شنو؟ ما هي هذا الحاجات ذات اللي بتجيبها. ما قلت لك هذا بيتكلم عن الامراض دي. بتجيب مويه تحت الجلد. هاي بيتكلم عن الامراض دي. بيتكلم عن الامراض دي كان فجاه كده دعايه. لا يا اخي. والله لازاله الشقريب. يعني دي مساهمة مبالغ فيها. لا والله إعلامنا مقصر. ها؟ والله إعلامنا؟ لا المشكلة مش مقصر، وغلي التقصير ها؟ كمان بيجيب زايدة مو هاي. أي والله. ونحن ذاتنا ما شاء الله نقولها ما شاء الله ما شاء الله. عيني وشها بيغير. ما بتعرفها. علي يوب علي عملت ليش نيوب التمي. ما بتعرفها. هاي ما بتعرفها. يلا انا لما البيت تقول لي اخوتها عملت لي شنو؟ هاي بتقول لها عملت لك كذا عملت لك كذا عملت لك كذا عملت لك كذا. وديك طوالي تمشي. لا لا ما بتمشي ساي. بتزيد العيار حبتين. عشان تيش تعمل لها كذا. يعني كان ديك اخذت لها حقنه دي تاخذ 2. ايوه انت كلامك انا. انت عارف ده اللي مضيعنا؟ مضيعنا ده. انت لما انت عم تعمل حاجه انا اقوم اجي احاكيك اعملها بالدبل. أيوة. عشان تطلع احسن من حقتك. بالضبط كذا. ده بيعملوه البنات. واقول لك حاجه ديك بتتغاطت ما بتوريها الخلطه. هاي عشان وشها ما يبقى حلو لانه عندها تار معاه قديم. تقوم تضرها بيكون قلعت حبيبه. انا بس الغايزني يا ابراهيم هاي هن عارفات اسعب بيسمع بالامراض دي يقول لك مويه تحت الجلد ويقول لك فشل كلوي ويقول لك ما عارف وجع في كل عين ده اسمه شنو بتاع الارجل ده ايوه وما طيب وكنت هن عارفات كده ليه مصرات تقول لك بري بري بابا بري بري بابا ما بعنس ما بعنس والله شفتها كده هو يعني ما بعد رسائل عشان احرك تعمل لازم تسهر في الحفله حقت بعد بكره دي حقت بعد بكره دي لانها لامه الناس كلها هي لكن طيب كنت اصلا هي مصرات طيب اللي فهمن حاجه واحده اي انه مثلا البيت دي بتكون جسمها مختلف الخلايا بتاعتها مختلفه دي ما زي دي كل واحده عندها طريقتها دي حاجات هي ما بعرف انها يا اخي عليك الله يا اخي هي كان بتعرف وكان بتفهم يا اخي عين لزو ولا بديها الخلطه ده ذاته عين له طيب وبعدين الخلطه دي ما حقت الزول ده بالمناسبه ها؟ الخلطه دي حقتها هي اعمل لي كده واعمل لي كده واعمل لي كده وذاك شغال هاي وتوك توك توك ما شال القروش شغال ما شال القروش ويسحن يسحن في شنو انا ما عارف كلهم قاعدين يسحنوا الله يا ابراهيم هاي والله الامراض العصريه دي كلها الامراض الجيانه دي كلها الناس الساعه الاسبيتالات دي كلها ملانه يا هو بسبب الحاجات دي سكري ما في الجلد كلو ما بعرف كبد ما امراض ذاتها جديده سرطانات يا اخي ده شنو ده والله بس غايته ربنا يكون في العون بس غايته والله ربنا يكون في والله العون والله كبير وصغير والله لكن زي ما قلت والله الاعلام
ما مساعد. ما مساعد، الإعلام بالعكس داعم المسألة. زايدة. زايدة زايدة. بعدينك يقول لك يعالج أمراض كذا وعالج أمراض كذا، ومن ضمنها كذا يقول لك الجلدية دي، والجلدية دي كلها يا أخي أدوية بتجي للبهق وبتجي لأمراض جلدية معروفة عارفينها الناس يعني. هاي هاي. اها نحن بنقوم شنو؟ كمان جابت لها حاجات يا اخي ثاني يا اخي. لا موتنا. وانت شنو هنا شد؟ اي بعد ذلك بركات يكرمش هنا يقول لك شد امشي اعمل. ما انا انا مثلا في بيت قالت لها وشك ماله بقى ضعيف كده يوب علي يوب علي يوب علي ما تبشتنتي عاد. بقى الوش مرخرخ. الوش بقى مرخرخ. والجضوم اتطفقت. طوالي هي بتمشي شنو؟ تقول تاخذ لها حقنتين في جضم الشمال والجضم اليمين، بكره الصباح تجي كده. لا يعني جضم مليان وجضم ضعيف ماشي؟ والله تعمل لها كده يطرشك. لا يعني جضم جضم تكون خلاقه، جضم ملان وجضم قايش سايب. والله على حسب الحقنه. كان الحقنه حقت البيجاي ده ضعيف. هاي ها؟ هاي تقرف تقول لها اديني معاك. زي اللي عندها ابو عديلات. هاي زي اللي عندها ابو عديلات. هاي والله. لا حول ولا قوة الا بالله. انا ماشي كويس؟ عرفك؟ ماشي على ناس البيكا ديل. اي انا ذات امشي ارفع الفاتحة. وان شاء الله ربنا يرحمها ويغفر لها. والله بس صغيرة. بس صغيرة وجاهلة والله. بس هسا المفروض البنات ذات تعظن، كتلنا الحبوب وكتلنا ال هذا الليل بتعزل. ما بتعزل هذا ولكن بتنفونا بقربة مقدودة. غيتو يا سامية عشان ما تمشي تجيب لك أنسولين ضارب يبوظ لك كرعينك ولا يبشنك، أنا جبت لك أنسولين مبالغة ماركة كويسة ومن شركة كويسة، وجبت لك معاوي جيران يتخلعوا كويس. أنت مالك بس أنت الحاجات اللي اديتهم لك ما عملتهم ولا شنو؟ ما بعملهم. ليه؟ ولا داير أعملهم. أجي؟ انا امبارح اول امبارح قاعده في التلفزيون سمعت قالوا الحاجات دي بتعمل شنو بتعمل شنو. انا مشيت المستشفيات لقيت في عنبر اسمه عنبر الميسيجور وعنبر النجمه راقدات فيه النسوان دايرات يموتن. انا تاني ما باخذ الحاجه دي. قالوا الكلام ده دكاتره يا اختي حاجه الموص ده ماله الموص العكاره حقت اماتنا الزمان. تخيلي بس تقعد تشرب العكاره 100 سنه. اسمعي بنات الاحفاد ما بعرف انها لكن تجيبي الكسره دي تجيبي الكسرة يا بنت تخطيها في كورت الألمونيوم الكبيرة ودعجنيها تخطيها كده في الخلاط تخطي لها التلج وتشربيها باردة. أسمع يا أختي والقروش البيت بتجيب سكري. أسمع يا بنت أسمع يا مرة القروش الناس اللي بيكملوها في الحبوب دي تمشوا تتغذوا بيها لمتين تشربوا اللبن لبن شنو؟ تاكلوا فواكه الصحة. اللبن زفير. اللبن زفير طمم البطن. والله والله الدكتور قال الاكل الطبيعي ده زيه ما في ثاني. نسوان الدكاترة زواتهم قاعد يجوني بالدس. نسوان الدكاترة اي لا لا بيجوني بالدس منتهن وملستين. ملستين انت؟ اي انا دي يا بيتي اكيد ياكلوا السم اللي سمون هو قاعدين ياكلوا. انا انتصار شنو؟ عارفه الحقن الحجر السكر يتنفس بوظ لي كرعيني يا اخوان يتنفس زي في كرعيني ما قادر نفسي ما قادر اطلعي كرعيني الشوهر وانتهى كله كله. عملتي غلط قلت لك تحتجلي ترفعي الجلد كده وتاخدي حقنه الانسولين وبعدها تاكلي 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 اي شيء تلقي قدامي كله تقشي الكرعيني بقى قدر ده سكري شنو ما اصلا كلنا جايين السكري. السكري شنو يعني بلدي كلها ما عندها سكري. لا يا انتصار شنو؟ لا يا انتصار انا والله العظيم انا قايمه بحمله انا امشي اوعي كل البنات وكل النسوان الموجودات في الدنيا دي انا اعمل حمله. اسمع عن كلامه عشان كلك انت ابور ونضبق نهم. يبقى شنو يبقى شنو بس دعايه الجوع دعايه الجوع الحبوب سريعه تنفخ هوا يا بتي. سامح الاكل سامح التغذيه التغذيه انا بقول التغذيه التغذيه وانا ماشيه يا انتصار وداري تعملي اعمليه. اجي السلام عليكم. هيا بنات هوي يلا ما تسمع عن كلامه تعال لي والله اسمنكن تقيفا وقفه في عرسكن ويوم التخريج ده سووا كدي 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 كدي. اجي شنا مره وبعلي من سناتكن مسيجور التقيل جاي ورا تشيكن جالين جاكسون انا دي البري بري 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 منكم.
والله شفتها غير كده ما في طريقه يا زول. لابد من كده، لابد من كده. راسي جمعت كل الشباب ديل وهم جايين. هاي واحنا ذاته نلف كده على الكليات والجامعات والمعاهد والحاجات دي كلها، ونلم البنات على الاولاد على كلهم، ونعمل الجمعيه دي ونكتب ونبدا المحاربه. غير كده القصه دي ما بتتعالج. والله انا بقول المفروض جمعيتنا يكون معظمها بنات. هاي عشان يعرفوا الحاصل. هاي وبيقدر يوصلوا لاخواتهم. هاي فنحن يا اخواننا عندنا جمعيه، ممكن يشتركوا معنا؟ يشتركوا معنا. عندنا جمعيه طوالي معنا. تعالي معنا. دي جمعيتنا. تعالي معنا. دي جمعيتنا. لا ما شاء الله، خلاص نحن نبدا شغل. هاي انا لديك كتار. ديك كتار خلاص. ديك كتار ما شاء الله يا زول. هاي عارفين يا اخواننا جمعيتنا دي حق شنو؟ هاي نحن ضد الكريمات. ايوه كويس، ودايرين توعيه، ودي مسؤوليتنا نحن. ايوه الناس ديل يعني نحن الهسي قلنا كده ديل مسؤوليتنا. هاي لانه احنا اللي عارفين خطوره المساله دي. فاي زول لقيهم معانا. هاي وتوروا البنات، توروهم انهم الحاجه دي غلط. هو المشكله عارفين انهم غلط. متاكدين منها؟ عارفين انها غلط. طيب الحل شنو؟ الحل شنو؟ ها؟ بالنسبه للانسولين اللي قالوا بيحقنوها قبل شويه الاستاذات المعانا ديل، طبعا الانسولين ده اصلا في الجسم بيدخل لنا البنكرياس، هو بنظم لنا السكر في الدم. فانا لما اجي اخده اساسا انا ما مصابه بالسكر واخذ انسولين خارجي، معناته انا كسرت خلايا البنكرياس السليمه اللي عندي، معناته حجيب لي شنو؟ مرض بتاع سكر. ومرات اساسا لا بيعمل كرعين ولا بيعمل اساسا مضار، كلها ضاره وعادات مفروض ما حقتنا اساسا. واللي عايز يسمع ده يا جماعه، ما يلي بالانسولين ولا بالحبوب اساسا، بيكون اساسا هو جيناته قابله انها تزيد. فنرجو انه نحد من الحاجات دي كلها يا جماعه، وحتى نساعد انه حتى اللي بنعرفه من عن طريقنا انه بيتعاطى الحاجات دي نحاول نحد منها. بالنسبه للتغذيه، طيب احنا عندنا تغذيه صحيه، ليه احنا نمشي نلجا للكيميكال زي ما قال زميلتنا قبل، لحاجات كلها ضاره وسموم. بعدين حتى الحبوب والهند بيسموها كليه الصيدله والسموم، كلها سامه وفي النهايه تطلع عن طريق الكلى وفي النهايه تعمل لنا فشل كلوي. طيب احنا ليه ما نضطر نمشي للاكل ونمشي للتغذيه الصحيه؟ فعندنا مثلا تعالوا المراكز الصحيه، قولوا لقسم التغذيه في كونسلنج بيعملوها عليكم، ده تسمنه ده تضعف عادي، ممكن تضعف وممكن تسمنه بطريقه صحيه جدا جدا. الناس اللي هم ذاتهم اللي بيعملوا المواد حقت الكريمات دي، هم ذاتهم لو جو قالوا لمن يستخدموها لاخواتهم او لبنات خالاتهم، هم ذاتهم ما بيستخدموها. الشيء الثاني، الناس ما بكون عندهم خلفيه ولا علم باي حاجه، هم بيعملها عباره عن خلطات بيعملها والموضوع خلاص بينتهي، لكن لا عارفين الاثار حقت الجانبيه ولا الشيء ممكن يحصل للبدس، ممكن يعني حالتها تسوء اكثر من الاول. فيعني الحياه انا بنصح بها، لو دارت تبقى سمحه حتلقى روحها بقت شينا. بس بالضبط كده، لو دارت تسمن حتلقى روحها بقت خليقه. ايوه كده ما معروفه كيف. بس الناس ترجع للحياه الطبيعيه، الاكل الطبيعي، اللبن والحاجات حبوباتنا زمان دي ما ظهروا برضه كانوا بيستخدموا نفس الحاجات دي، والحمد لله الحياه ماشيه. استعمال الكريم هو عدم ثقه بالنفس، يعني اللي بتثق بنفسها الليله ما بتعمل كريم. وفي واحده عايز تعمل كريم، في حاجه اسمها دكتور بتاع جلديه، او تمشي للصيدلي يعني زول متخصص. ما إذا تجي قاعد في الشارع عنده كريمات كده أنت تمشي له، فترد تمشي لصيدلي يديك يعني حاجة أنت بتنفع معاك، لأنه عارف الحياة دي ودارس سنين يعني، عشان أكيد ما حيعمل لك حاجة حتضرك. عايزة أتكلم عن إنه هي أصلا الحقن دي مكونة من شنو؟ مكونة من الأنسولين، غالبا كلها بكون فيها أنسولين. الأنسولين لما يتحقن تحت الجلد بيقوم هو بيحرق السكر ذات نفسه، حرق السكر بيخلي إنك أنت شهيتك تكون مفتوحة عشان تاكلي أكتر. طيب بما انه انت تدي نفسك حاجه عشان تخليك تاكلي اكثر، اكلي بالمعدل الطبيعي وعادي يعني، اكلي حاجات صحيه فبتزيد لك وزنك لكن بطريقه ملائمه، يعني ما ممكن الواحد يكون شكلها ذاته منافي لملامحها ذات نفسها، لانه كل زول ربنا خلقه بملامح وبشكل معين متلائم مع بعضه. وبعدين شنو يعني عشان لو عايزه تعرسي ولا حاجه زي دي، الواحد لو ما عازك عشان انت شكلك الطبيعي اللي انت كنت بيه ما في فايده، لانه لو يومك اللي بتخسري ده ثاني خلاص حيسيبك وخليك. الكيميكالز اللي اصلا هي اصلا الناس اللي بياخذوها دي، هي ما بتتباع في حتات عشوائيه، حتى بتتباع في الصيدليات. فعشان كده الناس بأوفيشالي يعني، فعشان كده الناس يعني بيثقوا فيها انه هي كويسه. المفروض احنا يعني احنا حتى نمنعها انه ما تكون في الصيدليات والحتات الاوفيشال دي. كل الناس عايزه تطلع انه شكلها حلو، كل زول عايز يطلع انه يعني انا ممكن ممكن اضبط شكلي انه امشي لدكتور. نفس الحاجات اللي بياخذوها عند بغاله دي
بياخدوها في محل بتاع صيدله بتكون محفوظه كويس، بتكون معروفه انه اصلا هي معموله لشنو. انا امشي لدكتور بيوريني الحاجه اللي انا اصلا ما انا الحاجه اللي بتنفع معي ما بتنفع معي، وما مشكله مع مرور الزمن بتبقى كويسه بتزبط. وحتى الزول العايز مثلا شايفه نفسها ضعيفه شديد، يمكن هي عندها مشكله، يمكن يعني بتعاني من مرض معين، لو مشت اخذت حبوب او اخذت حقن يمكن اكيد هي حتأزمة زياده يعني.